خليني بس هنا، انا كتبت برضو حاجة غلط هنا يا احمد، معلش. ايه في 3 دي المفروض تبقى يو 3، وهنسمي المعادلة دي ايه؟ معادلة رقم 1. طيب هناخد معادلة رقم 1 ونرجع نبص على المعادلة التانية بتاعتنا اللي هي دي، اوكي. هنلاقيها بتتكتب كالآتي، هنلاقينا بنكتب ان E A over L U 2 plus 3 over 2 U 2 plus نص U 3 D 3 آسف بيساوي F X 3 prime over root 2، اوكي. اللي هي لما نعيد ترتيبها هنلاقي ان احنا عندنا هنا هنا في اشارة ناقص برضو، هنلاقي ان احنا عندنا minus u2 plus 2u3 equals l over e a f y 3 prime over root 2، دي f y 3 prime، اسف مش f x 3 prime. وهنسمي المعادلة دي معادلة رقم 2، اوكي. نرجع بقى لأول معادلة من المعادلات اللي كانت معانا اللي هي المعادلة دي، اوكي، ونعيد كتابتها هنا. هنلاقي ان احنا بنقول ان EA over L في U2 minus U3 equals minus P، او ببساطة U2 minus U3 equals minus LP over EA، وهنسمي دي المعادلة رقم 3. طيب بعد ما كتبنا المعادلة رقم 3 دي، عايزين بقى نبتدي نحل. هناخد احنا المعادلة رقم 1 ونحطها في المعادلة رقم 3، اوكي. يطلع عندنا ان اسف هناخد معادلة رقم 1 نحطها في المعادلة رقم 2، هيطلع عندنا minus u 2 minus 2l over ea في f y 3 prime over root 2 equals L over E A F Y 3 prime over root 2. لما نعيد ترتيبها هنلاقي ان U2 equals minus 3 L over E A F Y 3 prime over root 2، وهنسمي دي المعادلة رقم 4. خد بقى المعادلة رقم 4 وحطها في المعادلة سوري خد المعادلة رقم 4 والمعادلة رقم 1 وحطهم في المعادلة رقم 3، هيطلع عندك minus 3L over EA FY 3 prime over root 2 plus L over EA مضروبة في FY 3 prime over root 2 equals minus LP over EA. هنلاحظ بقى دلوقتي ان احنا نقدر نطير الـ EA والـ EA والـ EA والـ L والـ L والـ L، اوكي. هيفضل عندنا من ده ان 2 minus 2 f y 3 prime over root 2 equals minus p، او ان f y 3 prime equals p over root 2، اوكي. يبقى f y 3 prime اتعرفت، يبقى نقدر منهم نجيب f x 3 بتساوي
بي اوفر 2 و اف 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 واي 3 equals بي اوفر 2. يبقى احنا كده جبنا ايه الرياكشن في الجلوبال اكسيس وفي اللوكال اكسيس. ناخد ده نجيب منه، ناخد من اف واي 3 دي هنرجع نجيب من معادلة رقم 4، هنقول ان يبقى يو 2 equals minus 3 over 2 ال بي اوفر اي اي. يبقى احنا كده جبنا يو 2. ناخد ده ونعوض في كمان المعادلة رقم 1، هنقول منها ان يو 3 equals minus ال over E A times P over 2. يبقى احنا كده جبنا U 3، ومن U 3 نقدر نجيب V 3 دي بتساوي ناقص دي L P over 2 E A. يبقى كده احنا جبنا برضو V 3 واللي فاضل عندنا كده ايه، مفيش حاجة، احنا كده جبنا كل المجاهيل بتاعتنا U2 U3 V3 FX3 FY3 كلهم جبناهم في الجلوبال اكسيس. يبقى احنا دلوقتي معانا كل المعلومات، نقدر نرجع ونبص على الاوكسيلاري ايكويشنز علشان نجيب بقية الرياكشنز، صح؟ كل ده انت دلوقتي عرفت دي ودي بصفار، دي حليناها ودي بصفر، دي حليناها ودي حليناها. يبقى فاضل عندنا ايه؟ فاضل عندنا الرياكشنز اللي هنا. بلاش اكتب زيرو علشان ما تلخبطكش. المهم انا عايز الرياكشن هنا والرياكشن هنا والرياكشن اللي هنا، ده عرفناه وده عرفناه وده عرفناه وده عرفناه. طيب يبقى هناخد المعادلات تاني ونكتبها براحتنا دلوقتي تحت. اوكي خليني اقطع الفيديو هنا علشان نكتب على كده، يبقى احنا بنبتدي جزء جديد.